السلام عليكم وتحية لكم من عند جمال الوسيط العقاري صاحب الوكالة العقارية أراضي الخير، اللي عندها أراضي نواحي مدينة صفرون، نواحي مدينة فاس، نواحي مدينة مكناس، فيما كانت الأرض بزيانة وفيما كانت الهميزة كما كيقولوا كنمشيو عندها. عندنا أراضي في الجهة كاملة اللهم لك الحمد ديال فاس مكناس، في إيمو الزار، في الأطلس، اللهم لك الحمد. عندنا أراضي كل واحد على قد الجهد ديالو. وهاد النهار رحنا نواحي راس تبوده بير طمطم، ما بعيداش على فاس بزاف، بواحد 35 كيلومتر على الطريق الوطنية فاس تازا، في واحد العشرات لي هكتار اللي فيهم تمان مزيان بزاف، مغروسين بالزيتون، قرابة للطريق الوطنية كما قلنا فاس تازا فاس وجدة. الزيتون ديالهم كما كما كتشوفوا هو هذا، ودابا راه فيها التخفيض، رجعات غير ب12 المليون الهكتار. كما قلنا لكم فرصة أهمزة، أرض عامرة بالزيتون، الزيتون واجد، مسيجة، تيتر، الماض، كل شيء ب12 المليون، راه الخير هذا. كما كتشوفوا موقع ممتاز، 10 الهكتار كما قلنا، تيتر، محافظة دايرة بهذا السياج هذا كامل، قريب لها الطريق، قريب لها الجوار، في رماس كبيرة، حتى اللي بغى يزيد الأرض راه ما بعيداش عليها بزاف، بواحد 2 كيلومتر، 13 الهكتار خاوية فيها ثمن مناسب. يعني اللي بغى أرض يدي الأرض عامرة بالزيتون ويزيد الأرض اللي خاوية، راه كاين حداها أرض خاوية. شوفوا الزيتون مخدوم كبير، راه عنده ما بين 8 سنين حتى 12 عام، مزيان، الزيتون واجد، لوريقات مريقلين، الضو، الماء، المحافظة، إوا الخير هذا. ما بعيداش قريبة لمدينة فاس، قريبة لمدينة صفرو، شات قريبة للطريق ديال تازا وجدة الناظور، الطريق الوطنية، الثمن ديالها ثمن مناسب. راه فيها التخفيض دابا، مولاها رطيح شوية باش يقضي غراض، 12 المليون الهكتار. اللهم يسر الأمور على الجميع. نيميرو ديال التليفون غنخليوه على الشاشة، اللي يحتاجها وبغى يشوف الأرض يجي مرحبا به. المعلومات اللي عندنا على الفيديو هو هذا، يعني شي حاجة بنزيدوكم ما كاين شي، يعني كيبقاو زعما نستقبلو غير الناس اللي بغاو يجيو يشوفوا الأرض. بالنسبة للوكالة العقارية ديالنا موجودة في مدينة المنزل قرب المكتب الوطني للكهرباء او قرب دار الشباب، وكما قلنا كنخدمو في المناطق كاملة. مرحبا.